وضعوا العصي. العصي من اللي وضعها؟ الكويت على وجه التحديد. ليش بديتوا الحرب وليش تردون تنهوها؟ لأنه باستخدام السلاح يهدد الوحدة المجتمعية ومستقبل وحدة العراق. أنت تؤكد أن العراق هو من بدأ الحرب؟ هم اللي ضربونه، هم اللي فجروا، هم اللي اختالوا. تآمرت على مصطفى البرزاني الله يرحمه الملا مصطفى؟ هذا أنا لا أستطيع أن أعطي هل هو كان قرار قيادة أو قرار فردي. بس حركة الوفاق تقول محمد دبدب كانوا يانا. مستحيل، يكذبون.